بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من القرآن، فقال: من أقرأكها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، آية كذا وكذا، ثم قرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فقال الآخر: يا رسول الله، فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أليس هكذا يا رسول الله؟ قال: هكذا أنزلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فأي ذلك قرأتم فقد أحسنتم، ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على 7 أحرف، المراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا نعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه قد يسر هذا القرآن العظيم للذكر، وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسانه اللسان القرشي أفصح ألسنة العرب، فلو نزل بلسان قريش وحدها لصعب على باقي القبائل أن تقرأ كما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله عز وجل القرآن فقرأوا القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، فكل قبيلة من العرب أو كل لسان ألسنتهم وافقه وجه من الوجوه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم القراءات: هؤلاء يقرؤون كذا وهؤلاء يقرؤون كذا، فلعل البعض منهم يسمع قراءة أخرى غير القراءة التي يقرأها في الآية، زي ما ذكرنا قبل ذلك: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. البعض يقرأ فيفتح قد جاءكم، البعض يقرأ فيميل قد جاءكم، البعض يقرأ قال وقيل وقيل جيء وجيء، فهنا حسب اللسان اللي تعودوا أن ينطقوا به، فيقرأ القرآن بحسب اللهجة واللسان الذي هم عليه. هذا قوله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيسره الله سبحانه تبارك وتعالى. فلعل البعض يسمع غيره يقرأ على غير ما يقرأ هو، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا يقرأ كذا، يظنه أخطأ، فيصوبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أحسنتم، صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: هكذا أنزل. فهنا من الأحاديث اللي جاءت حديث لعمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية من القرآن، فقال: من أقرأكها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا. نفس اللي حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حصل مع أبي بن كعب، حصل مع عبد الله بن مسعود وغيرهم، كل منهم قرأ أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه من الوجوه، وأقرأ غيره على وجه، فهو علم الوجوه كلها صلوات الله وسلامه عليه، فأقرأ كل منهم بما يتيسر له وبما يجيد أن ينطق به ويقرأه ويحفظه. فكان بعضهم يسمع من بعض فيعترض عليه، فهنا عمرو بن العاص ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هو وهذا الآخر، والإثنان قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أنزلت، والآخر قرأ الآية نفس الآية ولكن بقراءة أخرى فقال هكذا أنزلت صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف كما ذكرنا في الحديث السابق، على سبعة وجوه، وجوه من يختلف في بحسب اللغة وبحسب الإعراب وبحسب الزيادة والنقصان وغير ذلك. يقول أبو الفضل الرازي الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف. الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير أو تأنيث، فقد يأتي في القرآن الآية قراءتها على الإفراد، وقد يأتي على الجامع زي آية وآيات مثلا، وقد يأتي زي الريح والرياح مثلا. الثاني اختلاف في تصريف الأفعال من ماضي من مضارع من أمر، زي ما ذكرنا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا. قد يكون الاختلاف في وجوه الإعراب، وقد يكون الاختلاف بالنقص والزيادة، وقد يكون بالتقديم والتأخير، وقد يكون بالإبدال، وقد يكون الاختلاف في اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار ونحو ذلك. فدي من الوجوه اللي بتختلف بها لهجات العرب وكلام العرب، فجاء القرآن بما يوافق ذلك. فهنا أنزل القرآن على سبعة أحرف، مش معناه أن كل آية تقرأ بسبعة أحرف مثلا، لا، ده المعنى أن الوجوه في التصريف فيها قد يصل إلى سبعة أوجه، قد يصل إلى ذلك. فمن الآيات ما يقرأ على وجه، ما يقرأ على وجهين، على ثلاثة، على أكثر من ذلك، ونادر أن تقرأ آية واحدة بسبع اختلافات فيها، هذا نادر أن يكون، ولكن المعنى أنه قد يصل إلى هذا على التقسيم الذي ذكرناه من كلام ابن قتيبة وكلام أبي الفضل الرازي. من الحديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف، قال والمراء في القرآن كفر، أو قال المراء في القرآن كفر، معنى الجدال، الجدال إن إنسان يقول حاجة والتاني يرد عليه بحاجة من القرآن من غير ما يرجع إلى أهل العلم، غير ما يرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يقعد يجادل في القرآن برأيه وبكلامه، هذا لا يحل لأحد. ولكن القرآن لا يتكلم فيه إلا من اطلع على كتاب الله عز وجل، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على لغة العرب، على تفسير الأئمة لكلام رب العالمين سبحانه، فليس كغيره من الكلام. قال هنا صلى الله عليه وسلم فما عرفتم منه فاعملوا، ما عرفت من القرآن اعمل به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، المعنى الشيء الذي تجهله ما تفتيش فيه في القرآن، فإنك تعبر عن رب العالمين سبحانه، فلا يحل لأحد يقول الله يقصد كذا وكذا وهو لم يطلع على كلام أهل العلم في هذه الآية وفي تفسيرها وفي معناها. من الأحاديث أيضا حديث لأبي هريرة ذكر فيه قال صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليما حكيما غفورا رحيما، يعني يختم الآيات بذلك، وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما، وقد يكون بحسب ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وفي موضع كذا، ولكن ما يؤخذ في النهاية بالعرض الأخيرة التي عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بها هذا المصحف الذي بين أيدينا. من الأحاديث حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي، وجد هنا اللي هو عبد الله بن عمر ابن العاص، قال لقد جلست أنا وأخي، وكان له أخ اسمه محمد، فجلس مجلسا قال ما أحب أن لي به حمرا نعم، يعني مجلس من المجالس تعلمنا فيه أو أنه عرفنا حكما من الأحكام ووضح لنا ما كان فيه هنا. قال أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه،
فكرهنا أن نفرق بينهم. وهذا من الأدب، أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين على باب من أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن عمرو بن العاص وأخوه فملقوش مكان، فأعروا متأخرين، ما اخترقوش صفوف الصحابة يعودوا في وسطهم، لا، قالوا فكرهنا أن نفرق بينهم. قال فجلسنا حجرة، يعني احتجروا في الجلسة وجلسوا منفردين بعيدين. قال إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، هنا يعني كأنه يغبط نفسه أنه قاعد بعيد، هو ما قاعدوش في وسط هؤلاء. فحصل إيه؟ أن المجموعة من الصحابة اللي جالسين اختلفوا في آية، ده قال فيها وده قال فيها، فارتفعت أصواتهم في خلافهم. فلما حصل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ترابا ورمى في وجوههم بالتراب، في وجوه هؤلاء الجالسين على بابه المختلفين في القرآن، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترابا وألقاه في وجوههم. هنا كنوع من التأديب لهؤلاء، إنه لا ينبغي أن يختلف في القرآن، وخاصة أمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه أنزل القرآن، يعني قاعدين على باب النبي صلى الله عليه وسلم وتختلفون في كلام رب العالمين، مش مستنين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم ما جهلتم. ولذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوا هذا الأمر الذي اختلفوا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطون يخرجون بواطنه ويفهمون ما فيه، فهنا يرد العلم إلى أهل العلم فيبينون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هؤلاء إذ تجادلوا فيما لا يعلمون، فلما تجادلوا اختلفوا، هيوصل إيه الخلاف؟ إذا اختلفوا في القرآن هذا يقول معنى ويقول للتاني لا اللي أنت بتقوله غلط، وقد يكون هذا الذي يقول هو الذي قصده الله عز وجل، فكأنه يكذب بشيء أراده الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، فكأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول نحن كنا بعيد، ما جاش فينا هذا الشيء ولا دخلنا في هؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ذلك. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا قوم، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب أو الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فإذا وجدت آية وفي فهمك آية أخرى على خلاف هذه الآية الأولى تسأل أهل العلم إنه ربنا قال هنا كذا وقال هنا كذا، ما المقصود به؟ يقوم الإنسان يفهم ما هو المعنى. فلما يذكر الله عز وجل يوما كان مقداره 50,000 سنة ويوم مقداره 1,000 سنة، ما يجيش إنسان يقول هو 50 ولا 1,000، يقوم يسأل أهل العلم فيعلم إن أيام الآخرة كل يوم ب1,000 سنة مما تعدون، ويوم القيامة وحده ب50,000 سنة مما تعدون، فيرتفع ما يشكل عليه من معنى يغمض على الإنسان أو لا يفهم معنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. اللي عرفته من الأحكام اعمل به، اللي تجهله رده إلى عالمه واسأل أهل العلم يدلونك عليه. ثم ذكر بابا هنا فيما جاء من القرآن من القراءة مفصلا واختلاف الصحابة فيها، يعني القراءات، أنزل القرآن على 7 أحرف زي إيه؟ فهنا بيذكر لنا أحاديث جاء فيها اختلاف في القراءات، ذكرها البعض من الصحابة بقراءة والبعض الآخر بقراءة أخرى، فهنا ذكرها على طريقة أصحاب الحديث، يذكر الآية مسندة أو الحديث مسندا وفي النهاية يذكر الآية اللي اختلفوا فيها. طبعا علم القراءات مش هيؤخذ من كتب الحديث، ولكن علم القراءات يؤخذ من كتب القراءات، فكتب الحديث تبقى القراءات فيها قليلة، ولكن كتب القراءات هم ما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة قراءة، والعلماء الصحابة أخذوا القراءة واللي بعدهم أخذوا منهم واللي بعدهم أخذوا منهم وهكذا، فجاءت القراءات. وذكرنا قبل ذلك أن القراءات بعض أهل العلم يجعلها 7 قراءات، اللي هم القراء السبعة، القراء السبعة حاجة والسبعة أحرف حاجة تانية. القراء السبعة ده مجموعة من القراء كل منهم قرأ بقراءة، اختار لنفسه قراءة وقرأها وتتلمذ عليه تلامذة بعد ذلك،
فجاء سبع قراء أو جاء عالم من العلماء اختاره ابن مجاهد، اختار هؤلاء السبع، اختار نافع من أهل المدينة، واختار ابن كثير من أهل مكة، واختار أبا عمرو من أهل البصرة، واختار ابن عامر من الشام، واختار من الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، سبع قراء. وهنا مش هم دول بس القراء اللي قرأوا القرآن، ولا هم دول اللي عندهم السبعة الأحرف فقط، ولكن في غيرهم من القراء، من عرفنا ومن لم نعرف من القراء كثيرون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي حفظوا القرآن كانوا كثيرين جدا، التابعون اللي من بعدهم حفظوا القرآن ألوف منهم حفظوا القرآن، اللي من بعدهم ألوف وملايين حفظوا القرآن وحفظوا القرآن بولوهه، ولكن هؤلاء اللي اختارهم أهل العلم. فلما يقول مثلا قراءة ابن عامر، ويقول هذه القراءات كلها قراءات متواترة، قراءة ابن عامر في الشام واحد بس هيبقى قراءة متواترة ازاي وهو واحد؟ لا، مش ابن عامر وحده في أهل الشام اللي قرأ هذه القراءة، ابن عامر وغيره الكثيرون، ولكن اللي اختير منهم أتقن واحد منهم اللي هو ابن عامر، ووافقه أهل بلده على هذه القراءة مجموعة كبيرة جدا، وهو أخذ عن شيوخه لغاية النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة عن مجموعة عن مجموعة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التواتر. كذلك أبو عمرو في أهل البصرة، أبو عمرو مش وحده من أهل البصرة اللي حفظ القرآن، لا، أبو عمرو وغيره ألوف يحفظون القرآن، ولكن أتقن واحد فيهم كان اللي اشتهر فيهم أبو عمرو، والباقون وافقوه على ذلك، فهم مجموعة في زمن واحد أخذوا القراءة عن مشايخهم لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى التواتر، رواية جمع عن جمع عن جمع حتى منتهى السند عند النبي صلى الله عليه وسلم، تمنع العادة أن يتفقوا على الكذب. كذلك غيرهم من القراء كل منهم قرأ في أهل بلده ووافقوه على هذه القراءة، وافقه أهل بلده ورووا عن مشايخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدول القراء نقول قراءاتهم متواترة. غير هؤلاء ثلاثة تانيين يكملون العشرة من القراء اللي ذكروا قراءاتهم قراءة متواترة، فزادوا في أهل المدينة. كذلك أبو جعفر المدني، يزيد بن القعقاع من القراء العشرة، في أهل البصرة يعقوب كذلك مع أبي عمرو، كذلك زادوا مع الكوفيين خلف العاشر، فبقى القراء عشرة قراء. القراء عشرة جمعوا القراءات التي وصلت إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحافظ ابن الجزري، يقول وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. يعني الوجوه اللي جاءت عند هؤلاء هي من الأحرف السبعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها أيضا قراءات أخرى غير هذه القراءات، ولكن الذي نأخذ به ونحفظه هو ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عندنا إسنادا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد متواتر، ولا ننفي غيره. ولذلك في قراءات أخرى غير هذه القراءات اللي تكمل 14 قراءة، زي قراءة ابن محيصن وقراءة الشنبوزي وقراءة الحسن وقراءة اليزيدي، فيكمل بها 14 قراءة من القراءات، ولكن يعتبرون هذه أنها منفردة أو من الشواذ، لأنها تخالف بعضها في الرسم المصحفي، أو قد تخالف في القراءة، أو لم تتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ما صح متواترا فهو قراءة من القراءات. هنا من الأمثلة لذلك يذكر هنا حديثا لأنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين. هذه قراءة ساقها الإمام أحمد هنا بإسناد فيه ضعف، الإسناد اللي ذكره هنا في كتاب الحديث بإسناد فيه ضعف، لكن القراءة نفسها أخذها القراء عن مشايخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم متواترة عنه، فعلى ذلك مش شرط أنها تكون في كتب الحديث بإسناد صاحب كتاب الحديث هيذكر إسنادا واحدة، لكن القراء يقرأها الواحد على مشايخ، مشايخ يقرؤونها على مشايخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يكون قراء القرآن درجتهم عند أهل الحديث، البعض منهم ثقة والبعض منهم يكون صدوقا والبعض منهم يكون ضعيفا في الحديث، ولكنهم في القرآن أئمة ثقات أعلام، فلا يشترط كونه أنه في القرآن إماما علما أن يكون في الحديث أيضا كذلك. لذلك هتلاقي منهم حمزة الزيات من الأئمة الثقات في الحديث وهو إمام من أئمة القراءات، هتلاقي حفص عن عاصم نحن نقرأ قراءته هذا إمام كبير من الأئمة في القراءات ولكنه ضعيف في الحديث، فهنا عاصم نفسه ابن أبي نجود هتلاقي في القراءات إمام علم من الأعلام،
هتلاقي في الحديث فيه شيء من الضعف. فهنا لا يشترط أن يكون عالم الحديث نفسه يكون عالما في القرآن، أو تكون درجاته في الحديث هي نفس الدرجة اللي فيها في القرآن. فهؤلاء الأئمة رووا القراءات وتخصصوا فيها، فعلى ذلك قد يكونوا لم ينشغلوا بالحديث فضعفوا في الحديث، ولكن في القراءات كان شغلتهم القراءة. فهنا هذه الآية قرأت بقراءة من الأحرف السبع، وكتبنا عليهم فيها هذه القراءة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. القراءة يقرأها البعض من القراء، عاصم هذه قراءته، وقراءة حمزة، قراءة يعقوب، وقراءة خلف. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، هذه قراءته. نافع حيقرأ نفس القراءة بس حيقول والأذن بالأذن، والأذن مش هيقول الأذن، هيقول والأذن بالأذن. هنا كلمة الأذن في لهجات العرب لهجة تقول الأذن، لهجة يقول الأذن، الأذن زي الأكل والأكل، فدي لهجة من لهجات العرب. فالقرآن نزل بحسب ألسنة هؤلاء، يقرأها هذا الأذن ويقرأ ذاك الأذن. الآية نفسها حيقرأها الكسائي، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هيقرأها كلها بالرفع فيها. هيقرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن إلى آخر، في النهاية هيقول والجروح قصاص. يبقى هنا في الرفع اللي يرفع فيها، وعلى كل شيء كلها وجه من الإعراب، وجه صحيح من وجوه الإعراب. بكل ذلك قرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الآيات هنا ما جاء في سورة هود عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه إنه عامل غير صالح، إنه عامل غير صالح. هذه قراءة الكسائي وقراءة يعقوب، والقراءة باقي القراء إنه عمل غير صالح. لما سيدنا نوح يقول لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. يعني هذا بالشر الذي فيه وبكفره بالله سبحانه هو عمل غير صالح. قراءة يعقوب والكسائي إنه عمل غير صالح، إن يعني عمله قد عمل عملا هذا العمل غير صالح، وهو الكفر بالله والعياذ بالله. مما جاء في سورة مريم عن ابن عباس قال حفظت السنة الأولى كلها، حفظت السنة الأولى كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. يعني ابن عباس، وهو من هو ابن عباس رضي الله عنه، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله عز وجل التأويل وأن يفقهه في الدين، فكان يطلق عليه الحبر، الحبر، ويطلق عليه الحبر أيضا، الحبر العالم، العالم. فابن عباس كان حبر هذه الأمة، ويطلق عليه البحر لكثرة علمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء في القرآن أو في السنة أو في الفقه أو في اللغة العربية أو في أشعار العرب، علومه كثيرة جدا متبحر فيها رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولكن فوق كل ذي علم عليم، ما فيش حد يحصل كل العلوم أبدا، الله عز وجل العليم سبحانه فوق كل ذي علم. فهنا ابن عباس يقول إني لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر أم لا، هل كان يقرأ في صلاة الظهر يعني قرأ فاتحة الكتاب كان بيقرأ بعدها سورة، ولا كان بيقرأ الفاتحة بس؟ ابن عباس يقول لا أدري، وهذا من علمه وورعه رضي الله عنه، إن ما عندوش في ذلك شيء. ثم علم بعد ذلك، سأل غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر. هنا لاحظ أن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة، عنده 13 سنة، فالعلوم دي كلها حصلها منين؟ أن جلس لأكابر الصحابة يسمع منهم ويتعلم منهم، فعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقول وهو البحر العالم في القرآن، يقول لا أدري كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتية أو عسية. ابن عباس يقول لا أدري،
لا أدري هل كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عتية ولا عسية، وهذه كلمة عتيا وعسية المعنى واحد، يعني الشيخوخة أرزل العمر أو العمر الكبير بلغ من السن الهرم فيه، ما هيش من القراءات لا العشرة ولا الأربعة عشر عسية، ولكن لعلها كانت قراءة لعلها. وابن عباس يقول لا أدري، لكن القراءات اللي فيها قراءتين فيها عتية وعتية. عتية هيقرأها حفص عن عاصم، هيقرأ حمزة والكسائي عتية وقد بلغت من الكبر عتية، باقي القراء هيقرؤونها وقد بلغت من الكبر عتية، أما عسية فليست موجودة. فهنا ابن عباس يقول لا أدري إنه كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عتية ولا عسية. هنا القراءات اللي في القرآن هذه سنة متبعة، والقراءات اللي في القرآن لما تقرأ آية وتقرأها بوجه آخر من وجوه وتقرأ في التفسير هتلاقي معنى آخر من المعاني، فكأن الآية تأتي بقراءتين، كل قراءة تديك حكما جديدا ومعنى جديدا يوافق المعنى الأول ولا يتعارض معه. والإنسان اللي يدرس علم القراءات يجده علما جميلا ممتعا، فن عظيم جدا من الفنون، وينبهر بهذا القرآن العظيم اللي يقرأ بهذه القراءة وبهذه القراءة وبهذه القراءة، وفي النهاية المعاني كلها متحدة تعطيك معاني للقرآن عظيمة جميلة لا تنافر بينها ولا تعارض بينها. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.